السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم شيرين من وصفات شيرين. ان شاء الله النهاردة هنفرز مع بعض التوم باسهل طريقة، وانسي يصفر او يغير لونه. يلا بينا ونشوف مع بعض. بصوا حبايبي، انا معايا التوم اهو. التوم ده توم ابيض مش احمر. لو عايزة تخزنيه وتعلقيه في البلكونة، يعني بتجيبي التوم اللي هو الاحمر لما يكون نشف شوية، مش التوم الابيض ده. اما انا جايباه ابيض علشان انا هضربه في الكبة. تمام. التوم الاحمر بتجيبيه وبتعلقيه في اي مثلا اي حاجة مخرمة يعني، وتعلقيه في البلكونة. عايزة تسيبيه كده وتعلقيه في البلكونة، المهم يبقى متعرض للهواء وتستخدميه وقت ما تحبي. دي طريقة راس التومة اهي. هعمل ايه؟ همسكها اقسمها نصين كده واقول بسم الله. هنلاقي جوه ايه؟ هنلاقي جوه، بصوا، دي تتشال على طول، ناشفه جدا وهتكسر لك الكبه وملهاش اي استخدام. وهاجي على راس التومه كده ونشيل، بسم الله نشيل طبعا كل اي حاجه فيها طين، اي حاجه مش حلوه نشيلها كده، وبالقشره اللي مش حلوه اللي من بره دي، وكله ايه؟ تمام كده. بس كده انا مش هعمل اي حاجه غير كده. وممكن كمان اقشرها ازاي تاني؟ بصوا كده، امسك الراس كده واقول بسم الله وانزل كده واشيل كل القشور اللي يجي معايا بالسكينه، يجي اللي يجي بايدي يجي. تمام. المهم ان انا هشيل الراس اللي فيها كل الطين كده. تمام. واقوم جايه هنا وشايله كل ده. تمام كده خلاص. واجي امسك اهو الفصوص واشيل القشر اللي من جوه. زي ما قلت لكم انا ما بحبش القشور اللي جوه دي. لو طري قوي قوي بقى ماشي، اما ده حاسه ان هو جامد سنه، فعشان كده مش عايزه القشره اللي جوه دي، فانا هطلع الفص كده في فصه. تمام. انا ما بشيلش قشره التومه، انا بشيل القشر اللي حوالين التومه ومش هرميه، هروح انشفه ان شاء الله عشان اعمله بودر، والعظمه اللي جوه دي تترمي زي ما قلنا. ورجعت لكم حبايبي بعد ما خلصت فصصت التوم ورحت غسلاه شطفه كده علشان اضمن ان هو مفيهوش اي تراب جه فيه. وهنا في صاجة الفرن بتاعتي حطيت اللي هي عروق التوم اللي طلعت الاخضر دي، وهروح اولع عليها الفرن وهوريها لكم بعد ما تطلع هنعمل فيها ايه ان شاء الله. هجي هروح ادخلها الفرن، وهنا بقى هنعمل التوم مع بعض في الكبه. يلا بينا مع بعض نشوف هنعمل ايه. بصوا حبايبي، انا مليت نص الكبه بس علشان خاطر مش عايزه، عايزاه يتفرم كويس. تمام. يلا بينا نفرمهم ونشوف مع بعض. دلوقتي بقى حبايبي هحط عليه معلقه كبيره ملح. هقول بسم الله، معلقه كبيره اهي هحطها عليه ملح. ما تخافوش ان هي تملح معاكوا التوم، لا خالص مش هتملح اي حاجه، لان احنا كده كده بنطلع التوم حته مش كبيره يعني، مش هتملحوا معاكوا ولا حاجه يعني. تمام. وهحط معلقه كبيره زيت واقول بسم الله بس كده. هاخده بقى انزله في طبق. الطبق التاني بقى هعمله بالفلفل الاخضر، نفس القصه كده وهرجع لكم تاني. يلا بينا مع بعض بقى نحطه في البرطمان. البرطمان ده يا جماعه مغسول بميه سخنه ومتجفف كويس جدا. تمام. يلا بينا بقى نقول بسم الله ونملى بيه البرطمان بتاعنا. هملى بقى البرطمان وارجع لكم. بصوا خلاص اهو عبيته. كنت عايزه اقول لكم ان انا بحب اعبي برطمان ازاز الثوم علشان الازاز ما بيخرجش اي ريحه في الفريزر. يعني طالما انت حطاه في برطمان ازاز، انسي 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 اي ريحه في الفريزر. تمام. هغطيه وتمام على كده واروح اشيله في الفريزر. عايزه بقى اقول لكم على فكره تانية برضو سهله، يعني انا هعملها علشان خاطر لو عايزه قطع صغيره كده، او لو حد عايز ياخد مش عايز يبقى برطمان، برضو فكره تانية تساعده.
وتسهل عليه. معايا ستريتش راب اهو، هفرده كده على الرخامه. هجيب بقى معلقه كده، معلقتين من الثوم اهو، مش كتير يعني، ايه كده تمام. هعمل ايه بقى، هفردهم كده على شكل رول تمام. الاستريتش راب برضو يا جماعه بيبقى محكم ومش ما حدش يخاف يعني يقول هيدخلي ريحه للفريزر، لا خالص خالص، برضو مش هيدخل اي ريحه تمام. وهجيب الرول كده، بصوا اهو رول على شكل دائري كده، وكمل بسم الله تمام. وهربطها من الناحيتين، بصوا حبايبي اهو الطرف ده هعمله عقله كده، والطرف التاني برضه هعمله عقله كده، وهقسمها كده ايه يعني على شكل يعني اي حاجه كده عشوائيه، ان انا بس يعني اجي احتاج اخد حته اقص وخلاص. دي بتسهل عليا لو انا ما عنديش اللي هي المكعبات دي، فدي فكرة علشان يعني بدل المكعبات. لو عندك مكعبات هتحطي فيها، بس دي افضل كمان من المكعبات عشان ما بتطلعش اي ريحة في الفريزر تمام. في مكعبات بتبقى بغطا برضو تمام. يلا بينا نشوف اهو، بعمل عقلة كده صغيرة كده بس، يعني ان هي يعني بتديني علامة تمام. قلت تمام اه، دي فكرة تانية صراحة، دي مش فكرتي، انا شفتها فعجبتني. بصوا الحلاوة، وهروح احطهم بالشكل ده في علبة واقفل عليهم ولا وانزي اي ريحة ثوم ابدا 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 في تلاجتك. بصوا حبايبي دلوقتي انا خدت معلقتين من الثوم على الفلفل ده، هو دي الكمية اللي انا هحتفظ بيها في التلاجة من تحت. انا من الشخصيات اللي ما بستخدمش ثوم كتير في اكلي، فكفاية عليا دول، ولو احتجت تاني هبقى اخد من الفريزر. دلوقتي انا حطيت عليهم ملح وزيت زي ما انتوا شفتوا معايا، اللي هضيفه بقى معلقه خل زي ما انتوا شايفين كده صغيره، وهضيف كمان معلقه سكر صغيره، وهروح احطهم في برطمان وهغطي البرطمان بشويه زيت حلوين، لا يقعدوا 4 شهور في التلاجة ولا يجرى لهم اي حاجه. بصوا حبايبي اهو الثوم بعد ما خرج من الفرن، هو اتحمص مني شويه بس مش مشكله، عايزه اديله طحنه في المطحنه الكبيره وبعدين اطحنه في المطحنه الفلفل الاسود ماشي. بصوا حبايبي طحنته حبه في المطحنه الكبيره، بس طبعا عمرها ما هتنعمه زي المطحنه دي. يلا نقول بسم الله نطحنه فيها، حط حبه بحبه. نقول بسم الله. بصوا حبايبي اهو هجيب بقى مصفه وانخله فيها، مصفى بقى منخل اي حاجه. هنتعب شويه بس هناكل يعني حاجه حلوه، حاجه نظيفه، وهنحط توم باودر واحنا عاملينه في بيتنا وضامنين نظافته تمام. بس كده اهو، وده هيبقى شكله يا حبايب قلبي. هكمل انا الكميه لوحدي بقى وارجع لكم. ويا دي حبايبي بعد ما خلصت خلاص كميه الثوم اللي عندي، دول 3 كيلو ثوم عملوا لي الحبه اللي في العلبه دول، والستريتش راب اهوت، ودول برضو ستريتش راب بس انا حطيتهم في العلبه دي عشان احط كله في العلبه دي احفظهم فيها يعني واقفل عليها بغطا. والبرطمان زي ما قلت لكم، والباودر اهو شايفين بعد ما نعم بقى شكله عامل ازاي، هو غامق شويه عن بتاع بره، بس مش عايز اقول لكم على الريحه تحفه ازاي. ما شاء الله جربوها هيعجبكم جدا جدا جدا، وهتنسوا بقى بتاع بره ده خالص، مش توم اساسا يعني. ان شاء الله لو عجبتكم وصفتي النهارده ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وباي باي.